ان شاء الله. خالد واحد خالد واحد ما نكذبش عليك، زعما هي مزيانه انها تكون، ولكن في نفس الوقت حنا باقي ما عارفينش انا واش كيغلب. صافي كي سكتنا كيغلب. شي بركه شي بركه. لعبت كره بزاف، لعبت مع المغرب التطواني، لعبت حتى الاسبوار، ولكن ما كتبش انني نكمل بحكم واحد الاصابه في رجلي. الحمد لله ربي جاب التيسير في حاجه اخرى. الحمد لله. حاقره على ولاد الدرب؟ لا لا شويه وصافي. شويه. عطاوك ست فيلم من حياه فنان مشهور تاريخي في الاعمال ديالو، شكون الفنان اللي تختار سته وديروا فيلم؟ راسي. شوف انا ما نكذبش عليك، انا من المغنيين اللي كيعجبوني السيل مختلف، كيعجبني بزاف ستيفي واندر، فهو ديما من الاساطير اللي كيعجبوني انا، ومنو كنت انسبيرا بزاف ديال الحاجات. فستيفي واندر بالنسبه لي. الكلمه الاخيره للجمهور ديالك. كنحماق عليكم الخافه ديالي. شكرا بزاف، الله يكبر بكم على هذه الوقيفه، وسمحوا لنا اذا عطلناكم. تبارك الله عليكم. شكرا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.